باشمهندس فرج، مساء الخير على حضرتك. ماشي مع سيادتك. الحمد لله الحمد لله، منورنا. معين دمير سيادتك، مساء استاذ شيما، مرسي جدا، تحت امرك. عايزين طبعا نعرف تحقيق تصريحات حضرتك اللي اتقالت النهارده، ان احتمال كبير جدا بسبب الاخطاء التحكيميه اللي احنا بنشوفها، الاخطاء الكارثيه اللي بنقابلها في المباريات في الدوري المصري الممتاز، ان البطوله دي ما تكتملش. انا قلت كده من قبل ما تبدا البطوله، ان بدون ان البطوله دي مش هتكمل، وانا باكد ان البطوله مش هتكمل، لان طبعا في تفاوت كبير قوي. اما الحكام كلهم مش وناس محترمين، انا ما بفهمش كده، لكن في تفاوت كبير قوي في التحكيم، واتحاد الكره راكب دماغه ومش عايز يستخدم نظام الفار، ولا عايز يجيب حكام اجانب بناء على طلب الانديه، وان كان اعلن دلوقتي هو عنده استعداد ان هو يجيب حكام اجانب، وان هو هيتصل بالفيفا عشان يشوف حكايه الفار. فده برضه يوريني ان الاتحاد يقيس يعني بمكيالين، لان لما سموحه في نهائي الكاس ثلاث حكام اجانب والاتحاد وافق، رئيس لجنه الحكام طلع وقال ايه؟ ما فيش حكام اجانب، احنا متمسكين بالمصريين. صحيح. لو جه حكام اجانب هقدم استقالتي. صحيح. لما انا قلت لازم نجيب البار، البار مش معقول، طلع قال ده غالي قوي ومكلف ما نقدرش نجيبه. دلوقتي لما انديه ثانيه قالت لا يجي البار وهذا الكلام، تراجعوا في الكلام وقالوا هنجيب البار وهنجيب حكام اجانب على حساب الناس. فمعنى ذلك ان هي مستنيمه، ان هي مستنيمه. يعني الدنيا ماشيه ازاي؟ وطالما ما فيش عداله رياضيه يبقى ما ينفعش ابدا. صحيح. اساس الرياضه هو العداله، اساس الرياضه واساس التنافس الرياضي هو العداله، هو العداله. صحيح. خليني اقول لحضرتك على حاجه باشمهندس فرج، يعني هو كده كده لجنه الحكام هددت باستقالتها اكتر ما نزلت وحكمت في المباريات، فمش هو ده الموضوع. لكن خليني اقول لحضرتك ان في خبر كمان بيقول ان خلاص اتحاد الكره بيستعد ان هو يطبق فعلا تقنيه الفار في الدوري المصري الممتاز. طيب ماشي جميل، بس بعد ايه؟ بعد ايه؟ بعد ايه فعلا؟ بعد ايه؟ بعد ايه؟ يعني لازم يبقى يعني مضطر عشان يعمل. شفنا اخطاء كارثيه في اول 6 جولات من الدوري المصري الممتاز. طبعا 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 اخطاء كارثيه وعدم اهتمام ان في فرق بتدفع يعني بتتكلف وتبذل مجهود ومش عايزه حاجه الا العدل، واحنا مش عايزين حاجه الا العدل. نجاح الدوري في اي بلد في العالم يبقى قائم على العدل. صحيح. تتوفر العدل نجحت المسابقه، واحنا عايزين ان بلدنا تنجح وعايزين الدوري تنجح وعايزين الكوره عايزين كل واحد ياخد حقه لا اكثر ولا اقل. صحيح صحيح. يمكن جدول ترتيب الدوري كان هيختلف تماما لو كان من الاول كان في عداله تحكيميه وكانت في تقنيه الفار وكان يعني ما علينا. باشمهندس فرج عامر، نورتنا في كلام في الميديا، وطبعا بتمنى كل التوفيق لنادي سموحه.